نحو 110 شهداء فلسطينيين منذ انهيار الهدنة وكتائب القسام تنفي وجود أي معلومات لديها حول الجندي الإسرائيلي المفقود. مصر تدين استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين، ووفد فلسطيني يصل القاهرة اليوم لبحث التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة. البرلمان الليبي يعقد اليوم جلسة طارئة في طبرق لبحث أعمال العنف في البلاد. العاشرة صباحا في القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة من شاشة النيل، ونبدأ بتطورات الأوضاع في غزة. استشهد أكثر من 40 فلسطينيا فجر اليوم في غارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة، خاصة مدينة رفح جنوب القطاع. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن 35 فلسطينيا استشهدوا في رفح وحدها، من بينهم 15 شهيدا ينتمون إلى عائلة واحدة تعرض منزلها للتدمير، وخمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 أعوام و 12 عاما. بذلك ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين منذ الانهيار السريع للهدنة أمس إلى 107 شهداء، كما ترتفع حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي قبل 27 يوما إلى أكثر من 1690 شهيدا، غالبيتهم العظمى من المدنيين، مقابل 63 جنديا إسرائيليا بالإضافة إلى 3 مدنيين. قبل أن تأتي أخبار انهيار التهدئة، حاولت بعض العائلات النازحة العودة إلى أماكن الدمار الذي حل بمناطقهم لتتكشف نتائج ما فعلته آلة الحرب الإسرائيلية في غزة المنكوبة. فيش بلد في الأساس بالمرة، بماشي في البلد مش حافظ الشوارع، نسيت الشوارع، الحين مين بده يعرف؟ فيش الأراضي، انتسن الأراضي، خش الشارع، بقول هذا شارعنا نتايه. الواحد مش ملاقي نتفي أبعد فيها، زي ما أنت شايف كلها دمار. لسه في كمان طبقين فوق، كل بيجي في 50 نفر في الدار، لقيت احنا مش عارفين وين نروح. انهيار التهدئة جاء بعد قصف مكثف لرفح أوقع عشرات الشهداء في لحظات. ففي ظل استمرار الهجمة الإرهابية الإسرائيلية على جميع محافظات قطاع غزة، أكدت المقاومة الفلسطينية على خيار الصمود والمواجهة. لا خيار أمامنا سوى الصمود في وجه هذا العدوان، ولا يمكن لنا كفلسطينيين أن نرفع الراية البيضاء. نحن توافقنا كقوة مقاومة فيما بيننا على أنه التزامن بوقف العدوان مع رفع الحصار، ما دون ذلك المواجهة مستمرة ولن نرفع الراية البيضاء، وتتحمل إسرائيل والمجتمع الدولي مسؤولية ما يدور في قطاع غزة. التطورات الميدانية جاءت تزامنا مع إعلان إسرائيل فقدان الاتصال بأحد جنودها في رفح، في حين أكدت المقاومة على أن إعلان الاحتلال أسر أحد جنوده بعد دخول التهدئة حيز التنفيذ هو محاولة للتهرب من التهدئة. على ما يبدو أنه وقعت عملية من المقاومة ما قبل التهدئة، وهي المقاومة أعلنت أنها الساعة 6:30 صباحا وقعت، ولكنه يبدو أنه اكتشف فقدان أحد جنوده في تمام الساعة 8:30 صباحا، وبالتالي أطلق قذائف العشوائية وعمليات الانتقامية بحق المدنيين مستخدما سياسة الأرض المحروقة. جيش الاحتلال أعلن حتمية استعادة الجندي حتى لو كانت حياته الثمن، حتى لا يمنح نصرا استراتيجيا لأحد. تهدئة 72 ساعة لم تصمد سوى 3 ساعات قبل أن تنهار بسقوط عشرات الشهداء والجرحى في رفح وتوقف الجهود السياسية. تطورات تؤكد أن القادم على غزة سيكون أصعب بكثير من ما جاء عليها. عمر بشير للنيل، قطاع غزة. نفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس فجر اليوم في بيان رسمي نفت وجود أي معلومات لديها عن الجندي الإسرائيلي هدار جولدن. كانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت تعرض جولدن للخطف خلال مواجهات أمس جنوبي القطاع، وقالت كتائب القسام إنها لا تعلم أي شيء فيما يتعلق بخطف الجندي أو مكان وجوده أو ظروف اختفائه، مؤكدة أنها فقدت الاتصال بأفرادها في تلك المنطقة ومرجحة استشهادهم في القصف الإسرائيلي بما في ذلك الجندي.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من قطاع غزة عمر بشير مراسل النيل. عمر، ما هي آخر تطورات الوضع لديك؟ المجازر الإسرائيلية ما زالت مستمرة في قطاع غزة منذ صباح اليوم فجر اليوم إلى الآن، 50 شهيد معظمهم من رفح وخان يونس جنوب القطاع، وعدد من الشهداء في أيضا قصف بدفع إسرائيلي بشمال قطاع غزة وشرق مدينة غزة. إسرائيل الآن تقوم بسياسة الأرض المحروقة تجاه المحافظات الجنوبية بحثا عن هذا الجندي الذي تقول إسرائيل أنه في منطقة رفح ولم يغادرها. إسرائيل دمرت ما تبقى من بعض الأنفاق إن كانت موجودة على الشريط الحدودي في رفح خشية من تهريب هذا الجندي، وأيضا قامت بقصف خان يونس والشارع شارع صلاح الدين وأي طرق تؤدي إلى نقل المواطنين من محافظة إلى أخرى. بالتالي وزارة الصحة قبل قليل ناشدت بتوفير ممرات آمنة لإخلاء الجرحى من رفح إلى خان يونس، نظرا أيضا بتعطل بعض الخدمات في مستشفى يوسف النجار في رفح، نظرا لأعداد الكبيرة للشهداء التي تصل، فالمستشفى لم يعد مستطيع أن يستقبل كل هذه الأعداد، هو يحاول نقلهم إلى أماكن أخرى، لكن لا توجد الآن طرق لنقل الشهداء أو الجرحى إلى مستشفيات أخرى. بالتالي الأزمة الإنسانية في رفح كبيرة. إسرائيل ترتكب مجازر بحق عائلات، قصفت منزل عائلة أبو سليمان بها 7 شهداء، عائلة النيرب 5 شهداء، نتحدث عن مجازر باستهداف جديد للبيوت في رفح. موقف المقاومة الفلسطينية يفهم منه، يعني هذا هو تصريح الأخير الآن من حركة حماس، يعني لكن بعض المراقبين يقولوا أنه أفضل مخرج قامت به المقاومة الفلسطينية أو حركة حماس في موضوع الجندي. كان واضح في الساعات الماضية أن هناك ضغط على حماس من حلفائها سواء من قطر أو تركيا، التي يعني قالت أنها على حسب تصريح لوزير الخارجية التركي قال أنه سيتعاون مع أمريكا لمعرفة ما حصل للجندي، لكن الأولوية لوقف إطلاق النار. يبدو أن حماس تتعرض إلى ضغط من حلفائها، بالتالي وضعت هذا البيان كمخرج مناسب أن تقول أنها فقدت الاتصال بالخلية الموجودة هناك نظرا للقصف العنيف الإسرائيلي، وفقدت الاتصال يعني ولا تعرف أي شيء عن الجندي، بالتالي هي الآن في مخرج أمام من ممكن أن يكون من حلفائها. نعم، عمر بشير مراسل النيل، شكرا جزيلا لك، وبالطبع سنعود للاتصال بك لمعرفة ما هو الجديد. وفي الضفة الغربية استشهد فلسطينيان وأصيب 73 آخرون من بينهم 35 بالرصاص الحي في مواجهات في مدينتي طول كرم ورام الله بين شبان فلسطينيين وجنود إسرائيليين. جاءت الاشتباكات في أعقاب مسيرات تضامنية مع أهالي قطاع غزة للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي. لا شيء يظهر في الأراضي الفلسطينية إلا صور الدمار والعدوان المستمر في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء، وأن اختلفت الأداة. ففي محافظات الضفة الغربية خرج شبان الفلسطينيون في مسيرات منددة بجرائم الحرب الإسرائيلية، والتي كان آخرها مجزرة رفح التي أسفرت عن استشهاد وجرح العشرات من المواطنين. الاحتلال نرسل رسالة بتلاحم الشعب الفلسطيني وحدة الدم في الضفة الغربية وقطاع غزة، والرسالة التي نحملها هي حماية دولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، معاقبة مجرمي الحرب على ما ترتكبه أيديهم من مجازر بحق الشعب الفلسطيني، والدعوة من أجل تصعيد الهبة والمقاومة الشعبية في وجه هذا الاحتلال. مطلوب أولا أن نتوحد فلسطينيا في أرض الميدان، وأن يتم رفع مستوى الخطاب السياسي الفلسطيني، لأن مشكلة الشعب الفلسطيني هي الاحتلال والاستيطان والحصار على قطاع غزة وفتح المعابر والإفراج عن الأسرى. المسيرات خرجت في شوارع الفلسطينية نحو نقاط التماس مع الجانب الإسرائيلي الذي اعتلى أسطح المنازل وبادر بإطلاق النار والرصاص الحي باستخدام أسلحة كاتمة للصوت ووابل من قنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة العديد من المتظاهرين. أولا اليوم شعبنا يثبت حيوية وقدرة كاملة وفائق على الانبعاث والتجدد، شعبنا يثبت أنه عصي على الانكسار ويثبت أنه لم ينحني ولم يستكن لكل المؤامرات التي دبرت له. الآن انطلق هذا ومن وحي هذا الانتصار الماثل الآن والمتمثل في قطاع غزة. من الواضح للعالم أجمع أن إسرائيل تمعن في جرائمها النازية والنكراء بحق مدنيين عزل في القطاع، ولم تكتفي بذلك بل تطبق الحصار على الضفة الغربية والتي تحولت في الآونة الأخيرة إلى معسكرات إسرائيلية بنية مبيتة
لإعادة احتلالها من جديد. إجرام العدو الصهيوني في قطاع غزة يتعاظم، وغضب الضفة الغربية بات على صفيح ساخن في ظل صمت دولي مطلق وانحياز أمريكي صارخ وكأن القاتل مشبوه. ثروة شقرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، النيل. هذا ومن المقرر أن يصل اليوم إلى القاهرة الوفد الفلسطيني الذي شكله الرئيس محمود عباس لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسبل التوصل لوقف لإطلاق النار. يضم الوفد 12 ممثلا عن حركة فتح وحماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى، وتشمل تشكيلة الوفد الفلسطيني عزام الأحمد رئيسا وماجد فرج رئيس المخابرات العامة عن حركة فتح وموسى أبو مرزوق وخليل الحية وعزة الرشق عن حركة حماس، وكذلك زياد نخالة وخالد البطش عن الجهاد الإسلامي. كانت مصر قد أدانت بقوة استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وآخرها مقتل العشرات جراء القصف الإسرائيلي على منطقة رفح جنوب غزة. وقد طالب سفير الدكتور بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، طالب الجانب الإسرائيلي بضرورة ضبط النفس والتوقف الكامل والفوري عن استهداف المدنيين وعن الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة الذي راح ضحيته المئات من المدنيين من بينهم أطفال وشيوخ ونساء، وهو ما يزيد الأمور تعقيدا. كما شدد عبد العاطي على ضرورة التزام إسرائيل الكامل بقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع التي تحظر تماما استهداف المدنيين. من جانبه حمل الرئيس الأمريكي باراك أوباما حركة حماس مسؤولية انهيار الهدنة، مطالبا بضرورة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي المختطف دون شروط. وشدد أوباما على ضرورة وقف إطلاق النار والعودة لمائدة المفاوضات. وقف إطلاق النار هو أحد الطرق التي يمكننا من خلالها وقف أعمال القتل والتراجع ومحاولة حل بعض القضايا الأساسية. مساعي الربط بين هذه الأمور ستكون بالغة الصعوبة، لكننا سنواصل بذل الجهود. في غضون ذلك وافق الكونغرس الأمريكي بأغلبية ساحقة على تخصيص مبلغ 225 مليون دولار لتمويل منظومة القبة الحديدية الدفاعية لاعتراض الصواريخ التي تطلقها حركة المقاومة الإسلامية حماس على إسرائيل قبل وصولها إلى أهدافها. من المنتظر أن يقوم الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتوقيع على هذا التمويل الطارئ، والذي سيزيد العجز الأمريكي إلا أنه سيسمح بتزويد القبة الحديدية بصواريخ اعتراضية إضافية. يشكل هذا التمويل جزءا من 3.1 مليار دولار طلبتها الإدارة الأمريكية للمساعدة العسكرية لإسرائيل المستفيدة الأولى في الولايات الأمريكية. تم فتح ميناء رفح البري بصفة استثنائية من الجانب المصري لاستقبال العالقين والحالات الإنسانية، حيث وافقت السلطات المصرية على إعادة فتحه لإدخال العالقين والحالات الإنسانية القادمين من قطاع غزة. كانت السلطات المصرية قد اضطرت إلى إغلاقه بعد ظهر أمس نظرا لشدة القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من معبر رفح وفي محيط المنطقة، مما شكل خطورة على حياة العابرين والعاملين. ونتحول لمتابعة الشأن الليبي. يعقد اليوم البرلمان الليبي الجديد المنبثق عن انتخابات 25 من يونيو جلسة عاجلة في مدينة طبرق شرق ليبيا، مقدما 48 ساعة موعد انعقاد الجلسة الافتتاحية التي كانت متوقعة في 4 أغسطس الجاري في بنغازي، المدينة التي تعذر انعقاد الجلسة بها بسبب أعمال العنف. ومن المقرر أن يتسلم البرلمان الجديد السلطة من المؤتمر الوطني العام المنتهي ولايته. وفي مؤشر جديد على الفوضى التي تسود البلاد، تمسك نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهي ولايته بدعوة البرلمان الجديد لعقد أول جلسة في موعدها في 4 أغسطس في طرابلس وليس في بنغازي. كان المجتمع الدولي قد دعا مرارا البرلمان الجديد إلى الانعقاد بسرعة من أجل تنظيم مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة جديدة. وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الليبية طرابلس الأستاذ سيد عبد الحفيظ مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط. يعني أستاذ سيد، تطلعنا الأجواء في ليبيا خاصة اليوم هو أولى جلسات البرلمان.
صباح الخير أستاذ أمين. صباح النور. قمنا في صباح اليوم على تجدد الاشتباكات بمحيط مطار طرابلس الدولي. صوت المدافع والثقيلة تضوى بالعاصمة الليبية طرابلس منذ ساعتين تقريبا. أما حول انعقاد جلسة البرلمان الليبي الجديدة اليوم في طبرق، الدكتور أبو بكر إدعير هو المكلف بإدارة الجلسة الأولى لمجلس النواب الليبي الجديد. ولم تنعقد، لماذا انعقدت في طبرق اليوم؟ لم تتوفر يا أستاذ مي ظروف انعقادها بمدينة بنغازي، وذلك للأحداث المشتعلة هناك. نعم. الناطق الرسمي عمر حميدان قال إن جلسة اليوم هي جلسة تشاورية، وذلك للإطمئنان على إمكانية نقل السلطة إلى المجلس الجديد. في السياق ذاته وصل أمس أكثر من 140 نائبا من أعضاء مجلس النواب من مختلف أنحاء ليبيا إلى مدينة طبرق. يعني معنى كده هو العدد مجلس النواب 200 140 يعني النصب القانوني يعني تمام، يعني العقد الجلسة يكتمل النصاب. كما وصل برضو رئيس الوزراء عبدالله التن ووزراء الصحة والمواصلات إلى طبرق. كان رئيس المؤتمر الوطني السيد نوري أبو سهميل جدد الدعوة لأعضاء مجلس النواب المنتخب لإنعقاد جلسته الأولى بعد غد الاثنين. نعم. يعني بس غد الاثنين. نعم. هي الجلسة الأولى. طب أستاذ سيد. الآن يا أستاذ مي. نعم. لن يتم تحديد المكان. هل هتوقف في طبرق؟ هل هتوقف في طبرق؟ طيب. العاصمة طرابلس؟ هذا ما ننتظر. طب ونحن نتحدث عن البرلمان والعملية السياسية في ليبيا، مع تعقد المشهد الليبي هل ممكن أن نعول على هذه الجهود السياسية في أن تضع حد للعنف على الأرض أو حل أمني لما يحدث؟ لأن هناك يعني انفصال بين الجانب السياسي والجانب الأمني فيما يبدو في ليبيا. والله أستاذ مين نتمنى أن يفعل البرلمان الجديد وأعضائه ما لا يفعله أو ما لا فعله البرلمان أعضاء المؤتمر الوطني العام. الموقف في ليبيا حقيقة موقف عصيب جدا. نعم. معظم السفارات أعضاء السفارات غادروا العاصمة طرابلس. أعتقد لا يوجد سفارة واحدة بها أعضاء، يعني الوضع صعب وعصيب جدا. نتمنى أن يعود الاستقرار إلى الدولة الشقيقة ليبيا، وأن ينجز أو يقوم أعضاء البرلمان الليبي بالقضاء على عدم الاستقرار. نعم. وسنتابع التطورات في الأيام القادمة. الأستاذ سيد عبد الحفيظ مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط كنت معنا عبر الهاتف من ليبيا، شكرا جزيلا لك. في غضون ذلك شهدت العاصمة الليبية طرابلس ومدن أخرى مظاهرات حاشدة للتنديد بالهجمات التي تشنها الميليشيات المسلحة، وطلب المتظاهرون بضرورة طرد الميليشيات المتشددة من البلاد وإبعادهم عن الساحة السياسية، كما طالبوا بدعم الجيش والشرطة في مواجهة هذه الميليشيات. وتسعى الميليشيات المتناحرة منذ فترة إلى السيطرة على عدة مناطق في العاصمة الليبية أهمها مطار طرابلس الدولي. من ناحية أخرى أعلن وزير الطيران المدني حسام كمال أنه اعتبارا من صباح اليوم سيتم تكثيف رحلات الجسر الجوي الذي تقوم به وزارة الطيران المدني من مطار جيربة التونسي لإعادة المصريين النازحين من ليبيا. وأوضح الوزير أنه سيتم تشغيل رحلات بساعة يومية تصل إلى 1800 مقعد، ويمكن زيادتها حال دعت الحاجة إلى ذلك. والله والله في ناس بتموت من الجوع وناس بتموت من الرصاص، اللي بيغمى عليه ما بيلاقيش حتى برشامه. الليبيين شتومه وبهدله يعني، والناس طاير عذاله، واللي ساب فرشته واللي ساب ده واللي ساب ده. بهذه الكلمات الموجعه عبر المصريون العاملون في ليبيا لدى وصولهم الى مطار القاهره الدولي عن مدى المعاناه التي كابدوها خلال الايام الماضيه وهروبهم من القتال الدائر بين الميليشيات الليبيه المتناحره. 255 راكبا
هم عدد المصريين العائدين على متن الرحلة الثالثة للشركة الوطنية للطيران، وذلك بعد نجاح السلطة المصرية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتنظيم جسر جوي لعودة كافة العالقين بمطار جربة التونسي. ضرب وإهانة وبهدل المصريين أكتر، الحال ما يطمنش هناك. وهناك ما كانش عايزين يطلعونا طبعا من المكان اللي كانوا حاجزيننا فيه، لما عملنا لهم مظاهرة وكسرنا لهم العربية بصراحة عشان ما نكذبش، هم ضربوا علينا رصاص كتير. واحنا طبعا خدنا اخر ما افوزوا منا رحنا واخدين الخدم ودخلنا على تونس. طبعا قعدونا من غير اكل ولا شرب 5 ايام. وقعدونا عند من يخدموا ويقول لك نخدموا كل حاجه بالفلوس ماشي. ماتوا قدامي انا ولا التالت كنت هموت معاهم. يا باشا بال 14 ونص ورصاص الحي فينا. اعملوا حظكم عليكم النار في الناس اللي هنا. بقى لها 5 ايام من غير اكل ولا شرب. خوف ورجاء. كان القاسم المشترك بين كافة المصريين العائدين خوفا من المستقبل الغامض بعد الفراق والغربة من أجل لقمة العيش ليعودوا صفر اليدين، ورجاء بضرورة عودة جميع العالقين بليبيا نظرا لشدة وهول المشهد. قالنا خدوا فلوسنا وهدومنا، جايين بالغارات اللي علينا علينا أسبوع لا واكل ولا شرب ولا نوم، وتلحقوا الجماعة الموجودين هناك. تونس بتدخل المطلوب، الناس تدخل وتركب على طول، ما فيش حد بيقعد في تونس. طياراتك على حسابنا، بنحجي المتضررين، كيف على حسابنا؟ وفي ضرب وفي أهانة، ويجي في الآخر يقول لنا تسوى حق التذكرة وأنت جايين، طب ما احنا سايبين خسارة هناك، اللي سايب عدة واللي سايب جندل، أهم حاجة ابعتوا للناس طيران يجيبوا اللي هناك. بندخل عملة صعبة وبنحب بلدنا، فعشان احنا بنحب بلدنا لازم نحس إن بلدنا واقفة معانا. أغشونا بالأخص احنا جينا بالسلامة بعد البهدلة والعذاب، عايزين الناس اللي هناك، الناس اللي هناك مزلولة على بوق المية مش الأكل. احنا جينا بالسلامة، عايزين الناس اللي هناك تيجي بأي ثمن. استغاثة المصريين العائدين من ليبيا بدورات التحرك السريع والفوري من كافة الجهات المعنية وعلى كافة الأصعدة لوضع خطة طوارئ جادة تؤمن وصول المصريين إلى وطنهم الغالي مصر. محمد حلمي، النيل. تعقد اليوم قمة مصرية إيطالية في القاهرة، حيث يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينيزي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. يبحث الرئيس السيسي ورانسي الذي يترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي القضايا والأزمات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتوسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلا عن سبل دعم مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا. ومن المقرر أن يعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب اللقاء. تستأنف محكمة جناية القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بقضية القرن. ومن بين المتهمين في القضية أيضا نجلاء مبارك، جمال وعلاء، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية حبيب العدلي، وستة من مساعديه. وتتسلم المحكمة تقريرا طبيا لاستبيان حالة مبارك الصحية ومدى قدرته على حضور الجلسات. ويمثل المتهمون للمحاكمة في قائمة اتهامات تشمل قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير وتصدير الغاز لإسرائيل والتربح وتسهيل استيلاء الغير على أموال الدولة. كما تستأنف المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو اليوم نظر الطعن المقدم من لجنة شؤون الأحزاب السياسية للمطالبة بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة. كانت لجنة شؤون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة استمرار حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية. يشار إلى أن المحكمة نفسها كانت قد حددت جلسة 4 أغسطس المقبل لإصدار حكمها في 10 طعون أخرى لحل حزب الحرية والعدالة. بدأ طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث تسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالكليات والتي تستمر حتى الأربعاء القادم، وذلك بحد أدنى 330 درجة للشعبة العلمية بنسبة 80.4%، وحد أدنى للشعبة الأدبية 280 درجة بنسبة 68.3%. كما يمكن الطلاب التقدم بالطلبات من منازلهم، وذلك عقب فتح موقع تنسيق الجامعات وبوابة الحكومة المصرية وتسجيل الطلاب رغباتهم إلكترونيا.
إلى سوريا، حيث كثف الطيران الحربي السوري قصفه على بلدة الغوطة بدمشق اليوم، في حين شنت المقاتلات الحربية غارات جوية على بلدات في إدلب وريف حماة. وقال مجلس الثورة بريف دمشق إن شخصين قتلا وأصيب عدد من الأشخاص إثر قصف القوات الحكومية لمدينة زمالكا في الغوطة الشرقية، كما قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون جراء قصف الجيش الحكومي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق. وبث ناشطون على الإنترنت شريط فيديو يظهر إسقاط طائرة حربية في منطقة القلمون بريف دمشق. أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أن الولايات المتحدة قامت بعمليات تعذيب لمعتقلين بعد هجمات 11 من سبتمبر في عام 2001. In the immediate aftermath of 9/11. ارتكبنا بعض الأخطاء بعد أحداث 11 من سبتمبر، كما قمنا أيضا بأمور كثيرة صحيحة، لكننا عذبنا أناسا وفعلنا أشياء تتناقض مع قيمنا. أنا أتفهم الأسباب وراء ما حدث، فلابد أن نسترجع ما شعر به الشعب من خوف بعد هجمات 11 من سبتمبر، والتي كنا نخشى أن يكون هناك المزيد منها قد تم التخطيط له، كما كان هناك ضغوط كبيرة تعرض لها الأمن القومي وفرق التحقيق والبحث خلال تعاملهم مع هذه الأحداث، ما أدى إلى ارتكابنا لبعض الأخطاء. وختاما لنشرتنا إليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من عناوين: نحو 110 شهداء فلسطينيين منذ انهيار الهدنة، وكتائب القسام تنفي وجود أي معلومات لديها حول الجندي الإسرائيلي المفقود. مصر تدين استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين، ووفد فلسطيني يصل القاهرة اليوم لبحث توصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة. البرلمان الليبي يعقد اليوم جلسة طارئة في طبرق لبحث أعمال العنف في البلاد. انتهت النشرة، إلى اللقاء.